شلاتشي وليتي من عبادة الشياطين. ويني ودي ويني وعاد المسكا شنو هاد الموت حيد عليا داك التون اجي انا ويا انا قلت لكم ماشي سوقك كيف هيا يا ماما عيد هاد الشيء لا 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 ويني طعنا الرفق شوفي كتشطح يعني عاجبك الحال شنو هاد الشيء دابا شدوها تمايا انا دويت معاك السلام عليكم الحباب كي دايرين لاباس عليكم شخباركم اليوم فيديو جديد وقبل من الفيديو نقول لكم باللي كنت وحشكم بزاف 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 ما كنغيبوش وان شاء الله المفاجاه راه درتها ما بقاش نقول لكم حيت المفاجاه ولا شي حاجه شنو المفاجاه ديالي انا وصيرو 2022 كاين بحال هكا والله تحرام سوقو خاوي هذا تسناو حتى 2022 ما صدمتك في الايام لا لا تصدمني انا يا شوف خرجاتهم فمو انا قلت له لا حيت دابا صدمتيني انتي دابا حطمتي المعنويات ديالك خوتي صافي صافي ما كاين والو هاد اللبسه كانت بها في ديك الحلقه اللي قبل من هذا حيت دري بلاني دابا ماشي مشكل كي دايرين بخير صحيحه ديال حيت فكيزه خوتي غفلات عليا قالت لي اجي ولكن طاح على هذا المقلب راه الشيء كبير راه الشيطان يشوف فيه ويحسب على افكار كنسي شوف المقلب اللي غادي نقول لكم غادي يتخلى دار بويا فيه غادي يتخلى دار بويا فيه ولكن قبل ما ندوي على المقلب اي ماشي قبل ما ندوي على المقلب ندوي على لابليكاسيون واحد لابليكاسيون سميتها يو ديكشنري ابليكاسيون واعره واعره بزاف وكتصلح الكسلاء ومن غير الكسلاء كتصلح الفائزه شوف اخوتي انا اللي كنستافد منها كنبغي لكم تستافدوا منها بحال دابا ما عندي بزاف مع الفرنسي والانجليزي والشينويه وبزاف ديال اللغات يعني بنادم خصو يتكومينيكا مع لا باينه خوتي باينه مع الناس الاخرين وداكشي يعني كيجيوني ناس لي فان من فرنسا وهذا ما كنبقى كندير كندخل لهاد لابليكاسيون ديكشنري خوتي يو ديكشنري زوين مستبلوك الناس اللي مصاوبين هاد ديكشنري المهم اخوتي نشرح لكم خلاصه لهذا الشيء هو هاد لا فيديو اللي كتشوفوا غادي يشرح لكم هاد المكبر اللي كتشوفوا كتهزوا ملي كتدخلوا هاد لابليكاسيون ديال ديو ديكشنري ما كتاخذش لكم بزاف ديال السباس فيها غير 17 ميجا و يعني بالنسبه اللي عجبني فيها نقول لكم واحد الحاجه مساله عجبتني فيها مثلا ان فوا شي واحد كيكتب لك مثلا بونجور مثلا كتمشي لهاد الغوشيرش كتمشي لهاد الغوشيرش يعني كيحطوها لك اون فوا كتانستالي لابليكاسيون في التليفون ديالك كتهزي المكبر كتحطو على هاديك بونجور كيقول لك هي مرحبا صباح الخير صباح الخير تيقول لك صباح الخير المهم كيف ما كتشوفوا اخوتي ها هو الفيديو كيوريكم هاد المكبر كتهزو كتحطو فوق من داك الجمله وكتخرجي هي كدير لا تراديكسيون باي لغه بغيتي بانجلي فرونسي اسبانيول في اي حاجه بغيتي الصراحه كنت نسمح لك كنمشي حتى لجوجل تراديكسيون عاد نكتب الكلمه عاد يخرجوا لي نزا كوبي ونحطها كولي تما ولكن الحاجه الواعره اللي عجبتني انا في هاد لابليكاسيون زوينه بزاف فيها قواميس اكسفورد 100% 100% ولكن الحاجه اللي كتعجبني بزاف هي ملي كنكونوا غاديين كاملين في الطريق وكيتبان لينا شي بانو بشي كلمه بالاسبانيول بالشينوي ولا كيف ما كانت كنبقاو نشوفو ما كنعرفوش شنو هي الشرح ديالها هاد لابليكاسيون خرجت انا كان بلا ممكن غير تصورها ممكن غير تصور ديك الفيديو كتشوفو ممكن غير تصورها اوتوماتيك يعطيوك شنو سميتها وشنو منين هذيك المدينه وشنو كدير وشنو كتفعل زوينه هاد لابليكاسيون فيها العاب فيها كل شيء فيها خوتي حتى الترجمه الصوتيه مهم ابليكاسيون زوينه سميتها يو ديكشنري ما كتاخذلكش لي سباس بزاف نتمناكم تدخلوها وشوفوا ملي غادي تدخلوها كونوا على يقين انه اللي عنده شي تيتيزه من برا وداكشي بغيت نوضح واحد التوضيح بلاش بلاش بغيت نوضح واحد التوضيح صغير بكل صراحه الناس اللي كيقولوا ابليكاسيون الناس خلصوا وهذا راه حيت نكونوا فعلا خلصونا عطيناكم تستافدوا عادي يعني عادي حنا مثلا خلصوا عطيناكم ما تستافدوا استافدنا حتى حنا وعجبتني هاد لابليكاسيون بزاف يعني ما كنديروش اي ما كنشدوش اي حاجه الا واحد الحاجه فيها استفاده للناس عليها حنايا كنشكروها وداكشي عرفتي الحق يا خوتي دايره واحد الرينغ لايت دايره بحال هكا ما دايرهاش الطول دابا لو بقات تشوف اللي ظهري تقول اخويا على طول انا طويل دايره على الطول ديالها المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم دخلوا في المقلب فايزه المقلب اليوم اخوتي كنت غادي انا وحسام سكينه سكينه كانت مع فيزا حيت تبارك الله تلاقاو جوج ديال الافكار هادو ما تدويش لهم على داكشي ديال الشيء لا لا مزيونه كنا غادي انا وحسام هي تقول لي فايزة قالت لي شوف هاد الضبط اللي تشوف تجي دابا قلت لها اني لابس قالت لي شوف جيت خليها تبارك الله وخلي ندوي انا وانت خاصك تقيدو
اخواتي هو انه كنت رجعت ويجب لي اشوف جاتني واحد الفكره ديال الدار قلت لها شنو هي قالت لي يا اونتر بارونتيز داكشي ديال عباده الشيطان داكشي ديال استغفر الله العظيم واشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله والله ما هذه غير بغينا نضحكوا فيها ونشدوا فيها بغينا نشوفوا الوليده ملي غتشوف فائزه بواحد اللوك اللي غديروا له سكينه الشريره والله خوتي خليكم معنا في المقلب ونتمنى يدوز زوين كان زوين هو داك نحطوه ما كان زوين ما غنحطوش ولكن تابعوا معنا وليتس جو فين غنمشيو دابا فين غنمشيو فائزه شنو غادي دير دابا غنمشيو عند ماما انا بعدا راه كيصوروا الدار قبل غنمشيو عند لاله سكينه غدير لك الميك اب ماشي شي ميك اب انا بغيت بحال هكا تيكونوا المهم غادي ندخلوا لجوجل ضروري غادي نشوف شي بياسه من هذوك الناس بياسه سلام اخوتي ما غنقولش لكم ليتس جو قالت لك بياسه يلا خليكم معنا المهم اخوتي خليكم معنا المهم غادي نطلعوا دابا سكينه تطلع معنا ياك ما فائزه ولا معاك صوفيا البرد وانا كلاصه انتي شحال تتلبس تريكو غليظ باش ما يمكنش تتصدمنا دابا انا معاكم تصدمنا كاملين غنلبسنا ما فاصنا والو يلا خليكم معنا حسام اللي غيشد الكاميرا يلا ليتس ما فيكسي هما والو لانه داخلين قد غادي يحطيها هكا المهم هو يعرف اش يدير يا حسام هذاك يلا خليكم معنا يا ويلي مال هادي يا ويلي شنو هادشي شنو هادشي اللي دايره فوق ها قول لي شنو هادشي اللي دايره فوق ها شنو هاد المصيبه اجي ما دخلتي بلا ما تسلم لا والو شنو هاد المصيبه شنو هادشي مالك شنو هاداك الويل هذا ها شنو هادشي وكلشي نسمح لك حتى لهاد المصيبه توليتي من عباده الشياطين هويني وعاد المسكة شنو هاد المصيبة هادي شنو هاد المصيبة ماك ما تجاوبي ماك ما تدوي هادي اشنو هادي شنو هاد المصيبة هادي حيدي عليا داك التخربيق شوفي ايه شنو نشوف ها انا شنو نشوف شنو نشوف بلاتي بلاتي شنو نشوف ها شنو غنشوف صافي اختك اخوانية من اليوم كلشي يلبس الكحل من اليوم من اليوم اكو شي يلبس الكحل مالنا حنايا مالنا شد الالوان شد الالوان اجي ها راه هي راه قلت لكم تتسكن الله يسر عليك سبك احلى اجي اختك هادي خصها تربط راني شي حبدنا له في الطلبه لا شوفي تفهمي بالعقل بلاتي شدويت في القاعده شدويت في القاعده ما بغاتش شتوا كضربني زغير ماما اي بلاتي اجي ما كيكبتي ماشي سوقك كيف اي اي ماما عيد هادشي لا لا انا وليت بحال هكا خليوني عليكم من اليوم ما غتخرجي من الدار لا دابا نمشي معاهم حنا هما انتي في الليل كيمشيو من اليوم الدار ما غتخرجي منا انا ليك ساروت يلا دابا بغيتي هاد الشوهه شو وجهك كيولى حمر تبغيتي هاد الشوهه شكون هادشي شكون هادشي عرب هادا شكون هو هيك ستري شنو هي اكستري كا يس اوقفي نقدا قول له يس ما شربوا كنعرفوا لك ستري شربوا معاكم والله يشربوا معاكم اش تشرب سال والدي دابا باقي ما تقبلوش الموضوع فهمتي باقي ما تقبلوش الموضوع سعيد اجي شنو هاد هادي شنو هاد الفلاس هذا واش دبر راسو انا عجبني داكشي اختي عجبني شنو هو معنى قالتك تيكستري كضرب لشي واحد سميتو يلا اختي اسمع باش
ساعد قلت لها بالحلوف لعمرك خرجتي من الدار صافي صافي لا صافي الدار ما عمري غادي تخرج منها قالت كهضر معها بالسياسه هضرت صافي انا ضربتها لا غادي نهضر يا حيدي حيدي قالتي لا لا بابا لا انا هضرت معها صافي دابا تفهمي بالعقل اش انت حيدي غادي نفهمها وهي حيدي اجي بابا لا لا زكرا صافي بابا يلا نزكر واش ديها وغسل لها كمالتها انا غنغسل يلا هو الاول هذا ماشي كيتغسل هذا طاطواش طاطواش شنو شنو لا 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 بابا لا بابا هويلي طعنا غفق طعنا مره القرطه يلا انا ما نحطش فيها يديا بيناتكم انت ما تسمعيش اجي شنو شتي وليتي هذا درتو ب 4000 درهم انايا طاطواش اللي خلفها عليك الله ينعد الطاشي لهم المعدن ديال اللي داروا لك كله حتى اللي داروا لك شاد المصيبه شنتينا بنت عائله وبنت داركم شاد المصيبه دابا نتوما ملي كتبداو ديروا بحال هكا نورمالمون حنايا ما كنتعصبوش فهمتي حيت انا يا وفي عقلي انا شنايا انا يا وفي عقلي دابا حيدي ليها الوالده هويلي 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 حيدي من لها خليوني اعطيني سلام جوج كلمات سلام انا غادي نصالحكم باللي كاين قلتي لي هضر معاها في السياسه بلا ضرب فهمي جلسي يا بعدا يا جاي بنتي العشيره صافا صافي جلسين صافي انا يا ماما شربت واحد شويه ديال داكشي ديالهم تيخلطوا واحد البرودويات وداكشي قلتي هضري معايا اش هضري معايا هويلي علاه هويلي كيفاش كتصاح لا جلسنا لا على مستوى عندكم جلس لا جلس كيفاش كتشطح شنو ولينا فهاد هضري معايا انا عمر امك زيتي صوتك عليها ولا باك راه حضري عينك شكي كتاكل عندي المسكه وهضري معاه انا با الله يرحمه هرس لي فمي على هاد المسكه مات آه الله يرحمه وحيدي المسكه من فمك وهضري معايا بادب انا امك اش بغيتو منك حيدي المسكه نفهمك حيدي اري هاك هاك يلا شنو هذاك الويلي ضحك شي اجي مع من عاشرتي مع اكسبي و الي و ما تنسى سميتها فلوريدا مالا مال فلوريدا مالا عرفتي واش ما واحد الوشمه هنايا كله يا ربي تحفظنا يا جلس جلس اي لا عندي ولكن مليون ماما قالوا لي بغيتك تساعديني فيها عطيني مليون ماما بنتك انا هوايه ديالي كاينه هادي صاحبتك هادي شنو هادي صافي بقات صاحبتي انايا هي بغات تولي صاحبتي تولي بحالي الله يحفظها وينجيها داخله كاينه الله ينجيها ويحفظها منك يحفظها الله منك عندنا مواعيد منك اخبارك بانك انت عندك طف من هذه المسؤوليه علاش انا عندي طف لانك انت الخليفه ديالي انت اللي تدخل مع الجمعه انا بابا حتى قالت لي الو انا وليت عاشر شوف اللي كتشطح يعني عاجبك الحال عاجبك الحال وانت دابا هو اللي تدخل معاها تاكلها وهاد شوف انا هذيك شوف انا ما غاديش نحط في يديا لان هي هي اللي مهم فيا انا حطيتي في يديك لان انا ما داير لا عكان لا طان قال والو حنا ما كانش واخا تحط ضربيني ما كان تقصحش حيت سبحان الله العظيم كيطلع صا دابا على قبلك انا سي بعد من عطيني ابتسام انت تولي بحالي عشيري ياك تولي بحالي الله يتي ميدان واعر ديما هذه قالت ميدان واعر فيه فيه داكشي خطير شخاتي شنو فيه فيه هادشي شنو فيسبوك هادي اه شدي مصطفى هادي مشى للفيخ شاف مشى للفيخ هادي هي اللي قالت لي سي اسمعها نبغي نبغي كي كان خدا قلت شي خدا قلت ما قلت شي وما بغيتش هاد الشنتوفه نطيرها لملتك يلا كلي ماما غسل لها وجهها اش اش واخا تغسلو واش ترى هذا شنو ماما غسل لها وجهها لا صاحبي تصبر بعد الله غسل وجهها 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 حق الله الا مريض الله يشافيك ليك الله يشافيك ما تدوش عمك بالطايقه هذه وحشم شويه مالك شنو تطيح مالنا بنتي وي بكي امك هكا عطاني مليون
مليون باغا دير طاطواج قالت لك ماما. ها معاك غاينه. شكون هادو اللي داو لك داروا لك؟ فلوريدا وبيكسبي. لا دابا حيت دابا حتى انا تبدل لي سميتي واش خاص سميتي فايزه قالوا لي سفيان كنعرف لا فلوريدا لا واش كنعرف شو كاينه هي البنيته اللي كنعرف البنشي شدوها تمايا انا دويت واسكت وانا كنخاف تمشي تعالج وجلس كتبكي امك كتبكي امك جلسي اللايف وامك ما جيت تكليني شو والله حتى كتجي لا تفكي امك شو انا كنعرف بنيته وحده اللي كنعرفها كاع شحال سكينه سكينه بنت عائله كتبكي انت سكينه هي اللي كنعرف كتبكي والله حتى كتبكي سكينه بنيتي عمرك ما تكمل والله صافي ما قدرتش نكمل شتوي ليا كلمه شتيكي ولي اللي سطاوه البشاش سطاوه الله يرضى عليك انت الله يرضى عليك شوفوا انقول لكم واحد الحاجه ما تاخذوش مني هذه برانك خديتو بكل صراحه اللي قلت لكم الوليدات اللي كيديروا شي حاجه خايبه يعني الوالدين اللي كيضروا انا المهم تخلعت خويا عشي شنا وكيبان لي بابا ديرها عشي اخوتي كنقولو سوفيان تبقى معي انا عقت تنعف انا بنتي وعقتي وضربني الضيف هادي مستاهل باش ديرو لماماكم عاوتاني تتقصوا ربي يسمح لك يلا الله يجازيك خمسة كانت تجي أو ويدي هذه ماما ما عكسيش عمر ما طحش البال المشاهدين أن وليداتي يخرج على الطريق الله يهدي عليهم ربي أحسن تربية صافي أنت مالكي مالكي ولكن راك تناكل واحد المسمنة كنت تعطي واحد دقة قسما بالله خوتي تعطاني واحد دقة شي مدينة كيلو تجي مالك عرفتي مشكلة كتشطح كنت أنا بها كتبتل خاصك تبتل معاك صافي ماما وين باكا باكا من لبكا صافي مسامحاني ياك شي كلمه دابا داكشي اللي حسيتي به قوليها لوليدات الناس اللي فريمون طايحين في هاد المسائل وما كتر بعض الناس اللي كيتبعوا شي ديانه اللي قبيحه الناس اللي كيكميو الحشيش الولاد اللي كيخرجوا للزنقه وكيخليو والديهم اللي كيمشي يطلب من امو 50 درهم 1000 ريال باش ياخذ طريفه باش ياخذ داكشي ويساق لها من البسطام والله ما كيعرفش ما كيمشي داكشي الله يعفو عليهم يلاه اللي قاعد نوجد باش تبان المشاهدين الزوجيه الديون ديالك الله يعفو على كلشي الوليدات وصلوا في والديكم الا ما بحثتيوش مزيان على بنت العائله اللي تعشر مع بني وليداتكم وبنيتاتكم بابا صابونا الحمد لله انا كنعرف فائزه سكينه فائزه واحد هادو اللي كنعرف عاود سفيان حسام ماما سفيان ماما صحي معايا الله هادو اللي كنعرف والله قلبنا كله اي سفيان اللي كنعرف هادو اللي كنعرف اجي ما ترسيش وجه ما لا كاين ما يسخون صباح الخير ما شفتيش عمتي الحمد لله اللي ما شفتيهاش باش تخلع الحمد لله اللي ما تخلعش صباح الخير يا لطيف صباح مش باش نحنا اللي فيقنا بالغوا ويا اختي وانت فيقناك صباح الخير شوف صراحه كي جاكم المقلوب لا ولكن انت فاش كيتي فاش تاكل تمام في الكاميرا لا طبعا فاش تحس بديت كتضحك وانت فاش بديت كتشطح في زيت شدتك ضحكه بزاف انا ما كنديش الصوت يا بنتي يا بنتي يا بنتي المهم اخوتي كانت شوفوا كيفاش كتاكل من الكاسوله شوف بديتي شنو لا راه لا ما كاينش ما حيد خوتي ها هي كتخشي في وجهها المهم اخوتي واحد جات تما المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم هو انه داز المقلب زوين دموع ماما دموع ماما كانوا غاليين علينا في هذا المقلب واللي بغيت نقول لكم هو انه تفاداو الناس كيشوفوا غادي يشوفوا ان كيفاش كيضربوا الوالدين من داخل فاش كيشوفوا ولادهم شي صوره
اللي خايبه اللي قبيحه. ونتمنوا المقلبين الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف ومساجاتكم زوينين كاملين غير قاوهم والدينا خوتي تخلات دابو يعافاكم شي كومونتيرات زوينين خوتي تنقيعة اللي خديت عرفتي في الاول واحد هكا لعبوا بيا بحال طرون بيا انا ولكن عجبتيني ما تسدتي واحد يكسبي جبتي يكسبي لا تسمع التليفون ديالك كنقولها هيك هي بيكسبي قالت لك صاحبي سميتو بيكسبي وما مدروش هيك ماما الله يهتم عليك ما واش غنقولك ولكن باقا تضم يا ماما انا عمر بنتي مشتبه يا عمري ما شفتها بهالطريقه زعما عندي صديقه وحده اللي الله يحفظها اللي درويشه واخا ولو الله يسر واخا ماشي من الاسره ديالي نبغي ندير شي حاجه لا ما يمكنش لا نهائيا هي الحمد لله حنا ولاد الاصل ونبغي المشاهدين كاملين يكونوا ولاد الاصل وتبارك الله عليكم وهذا ميساج عبره للوالدات اللي كيديروا شي حاجه قبيحه الوالدين هم اللي كيخليهم ديما كل نهار يعاني ويتقصحوا من الداخل وما تنساوش الابليكاسيون اللي قلنا في المقدمه وروحوا بدويتش على حسام دويتش على سكينه مسكين شوفي شاف الكاميرا حسام بلا حسام انت الحب ديالي انا ناري سكوت ما تجبدش الاغاني غتقول لك سكينه بلا سكوت ناري جبدت الاغاني خوتي تبارك الله عليكم لا والو انا غادي نعمل امي جاب فيديو يلا انا وياك الام بعد الحب يا أمي ما ستي الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي تخليكي يا أمي ستي الحبايب يا حبيبة يا حبيبة ستي الكل الله يخلي كل واحد الوالدين ديالو فريمون الوالدين راه واحد الحاجة زوينة بزاف كنبغيوكم بزاف نتمنوا من الله الفيديو يعجبكم وكانت واحد الميساج يعني كاين افلام مغربيه كيديروا هاد الميساجات بحال هكا شوف غنتقم لكم منها وان شاء الله حيت دابا وليت كندير شي حاجه كتعيق بيا مابقيتش كنحط لها وتحط ليا فيا انا حيت هذيك ماما اللي مسكينه الحمد لله باقا ما كتعيقش ولكن قسما بالله باقا نبكى اويلي سكينه غير كتبكي ويك ويك تمالكم ندمت كاع اللي درت هادشي ويلي اجي الحبيبه ديالي انا كامل البوس قتلتوني في البوس عرفت معزتي كتبغيني يا ماما ويلي مازور ويلي رجعتي وينو انا دابا غايت تبقى فيا الحال سير سير ما انت راسكش مكارثه حتى وين جيتي انت ماما عيطي مشيتي اخوتي ما تنساوش لي لايك ان شاء الله ملي نوصلوا لواحد العدد في اليوتيوب يعني غادي ندير لكم واحد الحفله زوينه كنلقاو الفيديو واصل اكثر من لي زابون اللي عندنا وانتم ما كتنساو ديروا هذيك الحمراء هادي ابوني وكنحبوكم بزاف وكنموتوا عليكم وما تنساوش الشين ديال حسام كان وديال سوكي لايف وكنبغيوكم جميله سعيد صراحه حمزه على سارة حمزة صنخايف يا خيو لي زوين ما جيتيش مقدمة تالاخر خطيرة السيدة خطيرة سارة حمزة عندكم تزوج سارة حمزة هي حطت واحد المقلب واعر تبارك الله زوين بزاف كانت التيكا ديال حمزة برافو حمزة والله إلا عجبني داك المقلب وصلت الميساجات بزاف والفيديو الاخراني اللي حطت ماما حتى هو شفته بدي باج واعين حطوه ديال التحدي اللي داينا ديال البغيوات نبغيكم تشوفوه نبغيكم تشوفوه كتبوا سعيد جميله اوفيسيال وغتشوفوا تبارك الله عليكم لالي خطيكم الله عليكم ميما ودعي يا لميما يا دعيب الخير صورتك بين عينيا